يا صباح الخير ويا صباح الأمل والسعادة مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانية، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لليوم من يوم الجمعة. إن شاء الله رب دايما أيامكم تكون خير وأيامكم دايما تكون مليئة جدا بالبركة وبالسعادة. نطلع مع بعض ونشوف واحدة من المهن الجدا جميلة في السودان، واحدة من الملامح السودانية الجميلة وإحساس ذات وسمح شديد كده. فليلة حنشوف مهنة السماكة وسماكي. تعالوا نتابع مع عمنا الجميل جدا وهو بيحكي باسلوب جدا رائع وجميل عن بيع وصيد السمك. نتابع. الشغل ده انا بديته في سنة 60 في الخيط بتاع القطن. المركب اخذتها بسبعة جنيه ونص، المركب كاملة اخذتها بسبعة ونص، وبدأت بالخيط بتاع القطن سنة 63. جابوا لنا خيط كده يعني اسمه النايلون، اشتغلنا به كويس. بنجيب زي ده، انا كنت بجيب زي ده 10-15 قطعة والله غيار واحد، لكن دي كلها ببيعها بخمسة جنيه. دي هستعدل لي بكذا كذا مليون، والكذا مليون ما قاضي اي حاجة. الحمد لله ربيت فيها اطفال وعلمت فيها ناس وعايش فيها ليها عيشة هنية. الليلة الشبكة بتكلف لها 100 مليون. 100 مليون ما بتسوي الشبكة. 100 مليون دي يجيبوها كيفين؟ ما في طريقة تجيبها، لانه زي دي سنة راجينا سنة كاملة حتى يقبضوها. هسه دي شوفتنا ليها السنة اللي فاتت، الحال ما زي زمان. بلطي كان فيه، العجل كان فيه، والكبروس كان فيه. العجل ده طبعا درجة أولى، ثاني منه الكبروس البياض ده. بالنسبة له البلطي درجة رابعة في النيل الأبيض. البلطي فيه يعني في كده النيل الأبيض فيه العجل والكبروس والبني والدبس. هسه ما فيه، احنا كنا بنجيب 10 كيلو. هسا على ذا قدر شنو؟ من 10 كيلو ليدي، هسا دي فيها نص كيلو. الشبكة، الشبكة عندنا أنواع. عندنا عين بنسميها عين شبر وبراطي، وعندنا عين كده. ده من كده احنا بنخليه يبقى لنا قدر ده كده عشان نجيبه السوق. لكن بعد الجماعة بيجيبوه كتلة صغير كده، ما بيربى، ما بخلوه يربى. والله انا ما كريت بعين ضيقه الا شبكه الصيره، كانت عندها اضيق عين في المركب عين 8 كده. تجيب زي ده واكبر من ده واصغر من ده. السوق ده انا من النشا كان تحت، كان فيه 4 انفار والاربعه تجار. الحواته بيجيبوا السمك ياخذوا منهم بالقفة، ما بالميزان. قفة زي دي ياخذوها بسبعة ريال بثمانية ريال أو بجنيه. يشيل الجنيه ده يقضي فيه كل ما يلزمه، وتفضل فيه سبعة ريال ستة ريال يجي يقسمها للناس المركب. أسعى لو تبيع بعشرين مليون، لما تضرب ده وتضرب ده تلقاها ما في. تجي أنت تاخذه يجي الصناعي زي ده كده يشيله يوديه هناك ينظفه، طلع لك عظم براء وطلع لك اللحم الصافي براء، ويشيل ويجيبه فيه يدو حقه. يعني بياكل من دي مثلا يدو على الكيلو 15 جنيه، يدو 20 جنيه، الحاجة اللي الله بيكسبها له بيدوها لي. يعني لما يجيك زبون يبيع لي نظيفة بسعر غير سعر الوسخان. مثلا الوسخان ب 500 تدي لي ب 1000 صافية، لا فيها عظم لا فيها ده لا فيها أي حاجة. أو فتحوا كده حاجة اسمها حمام طاير، ده بتاع حلة، ده بسووه فسيخ. ده السمح ده شايفه بسووه فسيخ، يبيعوه بالأكياس كده. الكيس بـ100 بـ80 الكيس يفطر البيت. بس تعال بياخذ الفسيخ ما بياخذ لحم. اللحم الليلي بيكون بـ700 جنيه. ظل السمك حلال طيب، حلال طيب. ده الساعه بتلقى ميت بتاكله، الخروف اللي قلته ميت بتاكله.
وكل الامراض دي يقول لك عليها حاجه من اللحوم. هسه انا في نظرك صغير ولا كبير؟ ها؟ هسه انا ما شايفك وشايف هناك الشارع. كان انت في سني دي ما بتشوف. الشغلة دي ما خلاص مستقبلها بالنسبة للموية دي انتهى. ما في موية يجيب سمك. احنا كان السمك بيجينا من الحبشة. بأنواع جينا الكدن، جينا العجل، جينا الكبروس، جيبوا الموية من هناك. والله أول حاجة كان أصله بيسمعوا كلامي غير السمك ده ما ياكلوا حاجة. غير السمك ده ما ياكلوا شيء. اللحوم دي أول حاجة جداد منتهي. الحمام بقى منتهي. بس الحوت ده وبالقدرة بقدرتك اللي عندك بس ممكن تجي زي ده ب 200 جنيه ب 300 تملى حلتك ياكلوا واولادك ياكلوا. ما ياكلوا حاجه ثانيه لانه الاكولات دي كلها ده اصله ما ذاق سمك ولا ذاق علف. صافي زي ما الله خلقه في مويته. قدر خشمه ده بيدخل حاجه هو بيبلعها طوالي. بعدين شفتك ولد كده يخليه زي البسكويت ما بياكل حاجه ثانيه، ما بياكل وسخ، ما بياكل عفن، ما بياكل علف. ياكل حوت حي جاري في المويه. ربنا يديكم العافيه ومشكورين على جيتكم لنا في السوق دي.